ننتقل لمدينة حلب. 7 سنين على ذكرى الانتصار على انتصار حلب، ومن يوم الانتصار لحد اليوم جميع المجتمعات الأهلية، الجهات المعنية، الورشات عم تشتغل لترجع حلب الشهبة مثل ما تعودنا لها، حلب الجمال الطيبة بأهلها. واليوم مفدتنا بحلب سلمى عودي وزميلتنا أكيد موجودة بحلب لتغطي ذكرى الانتصار، هي أكيد ومجموعة من الزملاء المتواجدين بحلب من الأخبارية السورية. رح ننتقل لعندك يا سلمى لحتى هيك نكون معك ضمن أجواء مدينة حلب. طمنينا سلمى، أول شيء الحمد لله على سلامتكم، كيف حلب؟ طمنينا عنا اليوم بالذكرى السابعة للانتصار. يسعد صباحك رشا، وصباح الخير لك ولكل مشاهدي صباحنا غير. طبعا نحن كل عام تعودنا طبعا نشوف من 2016 الى اليوم كيف اصبحت حلب بعد التحرير. حاليا انا متواجده باحد شوارع المدينه القديمه، شارع القوتلي وشارع بارون، من الشوارع اللي فيها مساحه مهمه جدا للثقافه. اليوم رح نضوي على مشروع مهم جدا لاول مره في حلب، دار الوثائق ورقية، بالوقت اللي في كتير محلات من محلات الكتب أغلقت وطبعا اختفت. اليوم تعود حلب بمشروع شخصي مجتمعي لأحد أبناء حلب الباحثين والموثقين اللي عمل طيلة فترة الحرب على الاهتمام بوثائق حلب وأرشفتها. التقينا فيه سابقا عدد من المرات ضمن مبادرات، منها مبادرة باب النصر اللي كانت تهدف للحفاظ على آثار حلب ووثائق حلب. واليوم بشكل أكبر بمخطوطات تاريخية وفكرة جدا مهمة، اسمحوا لي رحب معكم بالمحامي والباحث الأستاذ علاء السيد. يسعد أوقاتك، صباح الخير. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم بحلب. يا هلا فيك. هاي الفكرة بالبداية، دار وثائق بهذا التوقيت، شو اللي خطر على بالك؟ هلا نحن بالحرب تعرضنا لتدمير ممنهج لاغلب وثائقنا، لاغلب تاريخنا، لاغلب اثارنا، فكان لازم يكون في مبادرات اهليه وحكوميه تعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه، ما تبقى من تراثنا من هويتنا، فكانت فكره دار الوثائق. خلينا نشوف ونتفرج معك على بعض الوثائق القيمه، وشايفه قدامك اوراق، اذا بتفرجينا هلا نحن عندنا وثائق تاريخيه قديمه، عنا تسجيلات قديمة، كتب قديمة، كل شيء بتعلق بالمدينة، من صور بتشوفي صور قديمة، كتب، مخطوطات، أي شيء بيحفظ تراث هالمدينة هي حسنا ننقذه، جمعناه وحطيناه ضمن هالدار. أنا سألت وقالوا لي إنه المشروع بجهود شخصية منك كاملة، بالتمويل، بالجمع، بالفكرة، بكل شيء. هذا مشروع صعب بهذا الوقت، كيف قدرت؟ هل في حدا مثلا ساعدك بالكتب؟ كيف فكرة تجميع هذا العدد من الوثائق؟ هلا الحقيقة نحن مبادرة فردية بحتة، تمويلنا ذاتي، اعتمدنا على دعم الناس، دعم المجتمع المحلي. كل شخص عنده كتب زائدة، عنده وثائق، عنده مخطوطات، عنده أي شيء ممكن هو يكون مو بحاجة له، دعمنا فيه، قدمنا إياه. في شيء ممكن نحن نشتريه ضمن إمكانياتنا المتواضعة طبعا. الحقيقة الدعم المحلي هو الدعم الوحيد اللي عنا. إذا أنا بدي أشتري كتاب أو بدي أتبرع بكتاب، شو الطريقة؟ هلأ نحن هون عنا كل خيارات لإعادة تدوير الكتب وإعادة إحياء، فممكن شخص يتبرع بمكتبته، ممكن نحن نشتري مكتبة شخص، هي بالنسبة للحصول على الكتب. هلأ إذا شخص بده يستخدم هالكتب هاي، نحن منبيعها بأسعار رخيصة ومنأجرها، وأي طريقة هو بيختارها لحتى يبادل معنا كتبه أو إعادة إحياء هالكتب المنسية، نحن جاهزين لها. عم شوف وراك في مجموعة كمان من الكتب، إذا فينا مفيد نمرق لحتى نشوفها سوا على الهواء. الحقيقة عنا كتب نحن من كل مشارب الفكرية بنقدر نسميها، نحن عنا كتب من اليمين من اليسار، كتب من كافة الطوائف الدينية، نعتبر أنه كل الوثائق، كل الكتب التابعة لكل ألوان الفسيفساء السوري هي لازم تكون محافظة عليها. مخطوطات الكبار شو؟ هدول جرائد، يعني دار الوثائق تتمتع بصفة بأنه تجمع هي الجرائد المحلية الحلبية وغير الحلبية. أنا منزلت لكم، حطيت هون، جهزنا شيء. هذا نموذج
هاي جريدة برق الشمال، هاي كانت تصدر سنة 56 تقريبا هالمجلدات هاي. الحقيقة الجرائد بشكل عام الناس وبتقراها بتكبها وتحافظ عليها، فلما بتشوفي جريدة عمرها حوالي 70 سنة أو 100 سنة فهي بتكون كنز ثمين، وهي سجل يومي لكل شيء بتعلق بالمدينة أو بالفترة اللي ظهرت فيها الجريدة، تعتبر وثيقة ممكن نسميها مصدر للمعلومات. هي كانت تيجي بكتاب ولا أنتوا عملتوها بهذا الشكل؟ هلأ في ناس، في شيء أنا جمعته وضميته ضمن مجلدات، وفي شيء ناس مثلي بس سابقين لألي جمعينه ضمن مجلدات، كانوا هواة إنه يجيبوا الجرائد اليومية يحافظوا عليها ويحطوها ضمن مجلدات قديمة، وهدول قدموا لي مجلداتهم، في شيء من مجموعتي الشخصية وفي شيء ناس وهبوني إياها الحياة. كمان شجرة عيد الميلاد أنا مسميها شجرة المعرفة، لانه كثير صايره في موضه حلوه جميله انه الناس عم تهدي كتب براس السنه، عم تهدي كتب بالمناسبات والاعياد، فهو شكل من اشكال تشجيع اعتبار احتفاليه راس السنه متعلقه بالكتاب واهدائه. حضرتك بلشت على الانترنت بالبدايه؟ احنا بالبدايه خلال الحرب اطلقنا اول شيء مشروع اسمه ارشيف حلب الوطني، ثم صار اسمه دار الوثائق الرقمية اللي هي بتجمع كل شيء وثائق بتحوله بترقمنه وبترفعه على النت للحفاظ عليه. ثم بعد ما خلصت الحرب بحلب بدينا ننتقل لشيء اسمه دار وثائق الورقية، من حوالي 7 أشهر أطلقنا هالمشروع بهالمكان هذا بأعرق وأهم شارع بحلب، شارع الأوتلي. الحقيقة هو أول شارع عريض شق بمدينة حلب حوالي 1900 ميلادي، يعني عمر الشارع أكثر من 130 سنة، واخترت أنا هالشارع هذا لرمزيته التاريخية وعراقته. كمان أستاذ أنت يعني ناشط بالمجال الثقافي والمجتمعي طيلة أيام الحرب، حضرتك أسست جمعية أصدقاء باب النصر، خلينا نحكي كمان عن أعمال كتير اشتغلت فيها من بداية الحرب إلى الحقيقة فور أن تحررت حلب كانت الآثار متضررة بشدة. أطلقنا كمان مبادرة، هي حقيقة مبادرة نحن 4-5 شباب لترميم باب النصر كرمزية تاريخية وأثرية ورمزية معنوية. اشتغلنا مدة 2 كمان بجهودنا الفردية ورممنا أهم باب من أبواب مدينة حلب، باب النصر اللي فيه كمان مقام ديني مقدس عند المسيحية والإسلام، وهذا رمز لوحدانية الانتماء الديني لجميع الطوائف الموجودة بحلب. هلا خلال الحرب كمان اشتغلت على 3 كتب أصدرتهم، تاريخ حلب المصور، طريق الحرير أو هام الذات المقدسة، وهلا عم بشتغل على كتاب اسمه أعيام مدينة حلب. رح يكون عن شخصيات بارزة؟ عن تحليل لتكون، هو اسمه أعيام مدينة حلب التكون والظهور، تحليل لطريقة تكون الأعيام في 200 سنة الأخيرة في مدينة حلب. جميل. اليوم كتير قصص يمكن بتخفى عن بال الناس، ولكن الباحث والمؤرخ هو المعني بتأريخه. جربت تعمل فكرة تأريخ أحداث الحرب وأنت شاهد على جزء كبير منه؟ الحقيقة في خلال الحرب حاولت أني أوسع قدر الإمكان وأحتفظ بالوثائق، يمكن يجي الوقت المناسب أنه تظهر الوثائق هاي وتظهر اليوميات الحرب، كنت أنشر جزء منها باعتبار كنا عاملين مبادرة اسمها مبادرة أهالي حلب، كنا في خضم المعارك وفي خضم، إن شاء الله بيكون وقت المناسب وبتظهر هالوثائق هاي. بين هاي الكتب يمكن في شيء بيكون بخصك إلك، أنت تعبت وما هيك حطيته، ممكن خلينا نحكي عن فكرة الناس بتتمسك بالكتب، قدي مهم اليوم يكون في تداول؟ لا الحقيقة معظم الكتب موجودة هون هي مكتبتي الشخصية اللي أنا كنت بعتبرها كل عمري بغلاط ولادي، ولكن اكتشفت بأنه أي كتاب تقريه وبتحطيه على الرف وبتنسيه وبتطمره الغبرة الحقيقة بيموت، فنحن لازم نحيي الكتب خاصة مع ارتفاع أسعار كتب ورقية الهائل. إذا الإنسان قدر يتخلى عن كتابه والتخلي عن يعني هو شيء نوع من انواع التضحيه الحقيقه، مش في سبيل انه غيره يرجع يقرا، ولما بيكون كتاب مستعمل مره ورا مره بنعار بيتاجر فبينزل سعره وبيصير متناول الجميع. انا بدعو اي انسان عنده مكتبه، عنده كتب قديمه منسيه، يرجع يحيها، يرجع يعيدها للحياه ويرجع يقدمها بدار الوثائق او باي مكان ثاني. صدقيني ما في أمتع من شعور تشوفي كتاب عم بيرجع بيعيش.
جولتنا اليوم كانت مميزة مثل ما شفتوا، ضمن طبعا مكان من أهم الأماكن اللي رح فعلا تعمل علامة فارقة بحلب، اللي هو دار الوثائق الورقية. بنتمنى الكل يساهم ويساعد بهذا المشروع بالشي اللي بيقدر عليه. ممكن كتاب يعمل فرق، بكتاب 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 بتكبر هي المكتبة وبيضل هالمشروع عايش، وبتضل حلب دائما مبدعة بأفكارها وأبنائها. دلوقتي كتير ناس فكرت أنها تبعد عن هذا النوع من هاي المشاريع لأنه هي مشاريع غير ربحية. الأستاذ علاء قدر يثبت أنه لا، نحن لازم نحافظ على تراثنا ولازم نحافظ على قيمة العالية الموجودة ببلادنا. بدي أرجع لعندك رشا وليلى، وأكيد رح نكون بتغطيات مستمرة طيلة أيام وجودنا في حلب، وصولا إلى ذكرى الانتصار يوميا على شاشة الإخبارية ابتداء من الصباح الباكر في صباحنا غير، وتغطيات مع زملائي ربا وحيدر طيلة الفترات الظهيرة والمسائية ضمن التغطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي رح نكون متواجدين فيها بهاي الأيام. بدي أشكرك وارجع لإلك. شكرا لك يا سلمى أكيد، وتحياتنا لكل الزملاء المتواجدين بحلب من الإخبارية السورية. وحلب اليوم تستاهل أنه نحن نكون فيها، وتحية أكيد لأرواح شهدائنا بذكرى الانتصار. ونحن